هذا هو، شوف في شلال. لازم تفسخ لاقك وجوتيك عشان تنزل تحت، من هني يبلش النهر. والله خايف اسلك. شوف المكان، جزاكم الله بالخير جميعا. احنا في منطقة غيرسون، كنا بنروح حق الشلالات وكذي، بس احنا قلنا قبلها نقعد بمطعم حلو، فرحنا على المطعم مثل ما تشوفون قدامكم، اسمه افندي، افندي ريستورانت في غيرسون، هذا من احسن المطاعم عندهم. طبعا الحين الساعة 11:38 دقيقة، بس انه هذا المطعم، هذا طالته، شوف طالته المطعم وقعدت تحت. طلبنا هذه في حق شخصين ما تشوفون، 54 عندهم شغلات ثانية بعد، المينيمم 100 ليرة عندهم، البرجر عندهم، شباب بس اغلب المنيو بس حطيك صورة واحدة ويطلق تحتها وكلام الباجي. في المعكرونة يقولك هي عن طريق هذا شخصين، هذا يقول شخص واحد. يلا هذا هو الاكل، شكشوكه مالتهم، العسل، الخبز. قبل شوي طلعنا من المطعم، حاسبنا خلصنا، بس بقول لكم شغله على المطعم هذا او اي مطعم، قبل لا تخلص او اقصد بعد ما تخلص تجيب يعطيك الفاتوره تشيك عليها عدل، لان هو كاتب نسكافيه واحنا مطالبينه وضايفه على نفس السعر، فنصيحتي لكم انكم تركزون على الفاتوره اكثر، دققوا فيها لما تحط.
يا هلا والله، وديكم مكان الحين البحيرة اللي في غيرسن. طبعا تسقطون هني وتمشون لاين لين ما تصلون حق المكان اللي هناك. هذه البحيرة الزرقاء، هذه البحيرة لونها ازرق، وديكم اياها الحين تشوفونها. كذا مكان تحمل صايراي فراد، ما تقدر ترجع. طبعا شفتوا المكان اللي ورا، طقون 150 متر رايح عشان شو اسمه تدفعون التذكرة 12 ليرة للشخص الواحد. احنا قمنا نرجع مرة ثانية عشان نزل على ريولنا ونروح الصوب الثاني، متخيلين؟ عشان بس اشوف البحيره اللي بوريكم اياها الحين. ابشركم وصلت بعد ما مشيت 150 متر من المكان اللي انا فيه. طبعا في برسن ما يصلح، ما يصلح نهائيا، انا دري كلش مو شيء. بوريكم اياه، شوفوا هذا هذا هو اللي يكون عنه الأزرق. طبعا في ناس يروحون ليه تحت، شوف المكان، شوفوا هذا هو، شوف الشلال والبحيرة في لونها أزرق، شفتوا؟ نكمل سيدة ونشوف. لما نوصل صغير النهر يمشي كذي يروح بس كذي المكان مثل ما تشوف حق الثاني حق التصوير بس، يعني ماكو شيء بس تشوفون النهر اللون الازرق هذا وبس كذي. طبعا هذا المكان يبعد عن طرابزون ساعتين ونص، يبعد عنه. هذا المعبر الثاني في ناس هناك ما ادري شلون راحوا، الظاهر من السياره، ها سيارتهم هناك، هناك سيارتهم جايين ازلم كذي رايحين هناك، هو احنا ندفع فلوس وني. هذا احسن مكان تصور فيه. لها فري انزل، خلينا ان هذا كله مكان اللي احنا فيه عشان تجي هني وتنزل. هذا المكان يبعد دقيقتين عن المكان اللي كنا فيه قبل شوي. سألنا الريال هذا قلنا شنو يعني هذا اكتب صوده؟ يضربونه بس ما ادري شنو يعني؟ يعني طعمه زين شنو هذا؟ شنو صوده؟ ما ادري والله، لا ويعبونه. قول لنا بالتعليقات شنو صوده طبيعيه؟ مكتوبة صوجة. شوف الناس لي وين ماشية، ما ادري شنو هناك بس مسافة بعيدة حيل. بس اليوم هوا وصاير تراب هني، صاير غبار مكان. شوف هو احنا هني، هناك صوتنا كذي تصوتها وتمشي هذا كله وتصعد لي فوق، وهني تدفعون تذاكر تصرخون جواتيكم وتنزلون تحت. وين الحين اوريكم، بس احنا ما دفعنا، بس المكان مغطينه عشان ما تصور. بس تحت هني هناك يسخون جواسيهم كذي وينزلون تحت. المكان دفعت 30 ليرة تنزلون تحت هني، شوفوا بصور لكم الحين المكان تحت. الحين اصور لكم المكان كله،
مشكلة لازم تفسخ دلاقك وتوتيك عشان تنزل تحت عشان اصور لكم كذي. يا الله يا خلنا ننزل تحت. شوفوا من هني يبلش النهر. والله خايف ازلق. لحظة لحظة بقى التصوير المكان. طبعا لازم تفسخ دلاقك عشان لا تزلق، بس مثل ما تشوف المكان وايد وناسة يعني يستحق المغامرة. شوفوا تنزلون الدرج تحت. مغامرة. شوف المكان كذي. يلا يلا شكلي باخذ من هنا بروح اكمل فوق لان يزلق صاير. يا الله وتحط عيونك كله يعني على قولتهم مفيد. بس انتهت جولتنا من هذا المكان. يلا خلنا نمشي. حبيت ماي. شوفوا بس كذي المكان تقعدون تصورون. بس ما احب كذي وانا اوقف. خلنا نمشي. شوفوا ريدي تحطون كذي كله هذا مفيد. هني انا نزلت قبل شوي من فوق نزلت تحت. طيارة نزلت تحت. طبعا ما تنزل اول صعدة كلها بعد نزلت. حبيت اقول لكم اني انا في غيرسون والمكان الاول اللي رحت له كان اسمه البحيرة الزرقاء. نزلنا هني قلنا بنشتري فواكه عندهم اسعارها رخيصة في غيرسن. شوف الرقية ما شاء الله الوحدة زينة فازة. شوف الاسعار هني. العصير هني 6 ليرات هناك عندنا طرابز من 7 الى 8. شوف هني الاسعار هني ارخص. على شكل على 36 ليرة. وفي الختام اتمنى الفيديو نال على اعجابك ولا تنسى تحط زر الاشتراك في القناة وتعطيني احلى لايك منك. وطبعا بالفيديو هذا احسن اماكن في مدينة غيرسون. طبعا المكان الاول اللي هو كان بحيرة زرقاء والثاني اللي هو اسمه مصاطب جوسكو الملحية اسمها كذي. هذا المكان الثاني اللي رحنا له. طبعا هذه اهم الاماكن اللي رحنا لها في مدينة غيرسون. حتى المطعم هذا احسن مطعم عندهم. وبالاخير لا تنسى تضيفني حساباتي بالسوشيال ميديا عشان اكون شاكر لكم ان شاء الله وتدعموني. واشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. هذا حساب قناة يوسف ترافلر اللي على التيك توك. اتمنى منكم انكم تضيفون.